صباح كل نشاط وامل وطاقه ايجابيه على حضراتكم، وبرحب بيكم في هذه الحلقه الجديده من هذا الصباح. هنكون معاكم ان شاء الله من دلوقتي وعلى مدار ساعتين تقريبا، وعندنا فقرات متنوعه. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير ياسمين. صباح الخير مشاهدينا الكرام. يعني عايزين نبتدي بس بخالص عزائنا للعالم في الحقيقه في الحدث المأساوي اللي احنا شفناه بالامس مباشره. يعني شخص تجرد من كل مشاعر الانسانيه، ويعني تجرد حتى من اي فكر ممكن يطرأ حتى للادميين باي شكل كان، بيقتل حوالي 50 مصلي بدم بارد. وللاسف شفنا الحادث زي ما بيقولوا لايف كده او مباشره على الهواء عبر فيسبوك. الحقيقه طبعا هذا الحدث هيكون اشاره جدا للعالم في الفتره اللي جايه، وقد ايه الحدث ده كان مؤسف، وقد ايه كمان عزائنا لكل اللي راحوا شهداء في هذا الحادث وهم مصلين عزل. الله يرحمهم جميعا يا رب. فعلا الواحد مش مصدق، الواحد ازاي قد ايه حد يتجرد من كل معاني الانسانيه، يطلع لايف حتى من على صفحات التواصل الاجتماعي، ما عندوش اي مشكله خالص انه ينقل اللي هو بيعمله ده بدم بارد زي ما عمر قال. فرحم الله جميع شهدائنا ان شاء الله. طيب خلينا ندخل في موضوعاتنا ان شاء الله. النهارده اسوان بتتلألأ، وهي دره الشباب العربي، ويعني دره مصر زي ما بنقول، والشباب العربي والشباب الافريقي موجود في اسوان عشان نلاقي كرنفال ونغمات من الحب والوئام. الجميع هتتجه انظاره ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره لمدينه اسوان عشان نشوف فيها ملتقى الشباب العربي الافريقي، الحدث الابرز دلوقتي في افريقيا والعالم العربي، وهو طبعا اجتماع في مدينة أسوان، بيدي دلالات في حقيقة ومؤشرات هنحاول نقرأها بشكل كبير جدا. يعني العالم المتقدم يقوم بحدث إرهابي، ونحن نجمع الشباب العربي والأفريقي في حدث دولي حتى نحدث نقلة نوعية في الفكر ما بينهم. ياسمين، عندنا أيضا فقرة مهمة جدا، وهي مشاركة مصر في معرض باريس الدولي للكتاب. هذه المشاركة مشاركة هامة جدا بمناسبة العام الثقافي المصري الفرنسي. هنتكلم برضو بشكل موسع أكتر عن هذا الحوار. ده برضه حاجة مهمة جدا، ان الثقافة في الحياة والانفتاح ده بيدي دلالات مهمة جدا. احنا مشاركين دايما في كل المعارض الدولية، نتمنى ان شاء الله تكون معرض موفق جدا، ومشاركتنا كمان تكون مشاركة موفقة. عندنا كمان في بلاط صاحبة الجلالة وقفة تحليلية مع ابرز ما جاء في صحافة اليوم، نشوف المستجدات في كل مكان في مصر والعالم عبر صحافتنا مع احد المتخصصين والمحللين في هذا المجال. بالاضافة ايضا لوقفتنا الرياضية والاقتصادية والعديد من الفقرات، ولكن اسمحوا لنا فاصل قصير جدا ونرجع مع بعض بأولى فقراتنا. خليكم معنا. صباح الخير، صباح جميل عليكم، ورجعنا لكم مره تانية مع الانكل او السبرين انكل التواء الكاحل. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن اهم التمارين اللي تخلي اللاعب يرجع يمارس حياته الطبيعيه، وبعد كده ان شاء الله هنوضح في الحلقات الجايه اهم التمارين ممكن نعملها عشان خاطر يرجع يمارس رياضه ان شاء الله بصوره طبيعيه. معانا كابتن محمد ذكري، هنوضح عليه اهم التمارين اللي ممكن نعملها للانكل في الفيس 2 او المرحله الثانيه بالنسبه لعلاج الانكل. وضحنا في الحلقه اللي فاتت ان احنا بعد ما بنعمل اكسرسايز رينج اوف موشن او تمرين المدى الحركي، وبعد ما بنعمل شويه مقاومات من خلال الاستيك باند، مقاومات الاستيك او من خلال ايدينا، بيتم ان احنا نعمل تمارين بالويت بيرنج او بوزن الجسم. اول تمرين بنعمله للكاف ماسل او للسمانه، من خلال هو بيقف على الفلور ويبتدي ان هو يعمل 11 ورجليه الاثنين 7 ورجليه الاثنين 8 ويعمل كل حاجه فيهم 10 في 3. بعد ما نتاكد ان التمرين ده بقى كويس بالنسبه للحاله اللي عنده المشكله، يبتدي ان احنا نشتغل معاه الستيب. عايزين كابتن محمد يطلع. بنقف على حرف الستيب بالطريقه ديت، ويبتدي ان احنا نسند على المعالج او نسند على الحيطه او نمسك في ايدينا وزن، ويبتدي ان احنا نعمل نفس التمرين برده للكاف ماسل او للسمانه، بس ده بصوره اكبر او اصعب شويه، وبرده بنعملها 10 تكرارات في 3 مجاميع. بنراعي في التمرين واحد بنعمله ان احنا بنعمله سلو موشن او ببطء عشان خاطر العضله بتاعتنا يحصل فيها قوه بصوره كافيه. بعد ما بنخلص التمرين دوت، بيبتدي ان احنا نشتغل على تمرين اسمها البالانس او الاتزان عشان خاطر تعمل حاجه اسمها ستابيليتي او ثبات للانكل. الاتزان اول حاجه بنبتدي من خلال الارض، ان احنا بنقف على رجل واحده ونعمل بالانس 30 سكند او 30 ثانيه 3 مرات. لو سمحت وقف.
بنراعي في تمرين البالانس اللي احنا بنعمله ان احنا نتمرن بيتنا حاجه بسيطه وظهرنا يبقى مفرود، ونحاول نتاكد ان الانكل بتاعنا ثابت على الارض ما فيش فيه اتزان او ما فيش فيه اختلال في الحركه بصوره كافيه، ويبتدي نثبت 30 ثانيه. لو 30 ثانيه بالنسبه لي كتير ومش قادر اعملهم، ممكن 10 ثواني بس، ممكن 15 ثانيه بس، يعني الوقت بتاعنا مرتبط بالمقدره بتاعتنا او احتمالنا في التمرين. بعد ما بنعملها 3 مرات وبنحس التمرين بالنسبه لنا بقى سهل، ممكن نصعبه شويه من خلال ان احنا ممكن نزق الحاله اللي عندها المشكله، او من خلال ان احنا نمسكه بوسو بالانس قصدي سويشن بول كره طبيه كبيره ويبتدي احنا نخبط له عليها، او من خلال ان هو يغمض عينيه يغمض عينيك، هيبقى الموضوع بالنسبه له اصعب والالتزام فيه بقى اصعب. تمام، بعد ما بنعمل تمرين على الفلور نبتدي احنا نزودها من خلال ان هو يعملها على البورد بالانس على قرص الاتزان. اطلع طبعا هنا بتبقى مرحلة اصعب شويه واكبر شويه، بيبتدي احنا في الاول بنبقى من خلال مساعده المعالج ان هو بيقف جنبه وهو بيعمل اتزان عشان خاطر ما يحصلوش الالتواء تاني، لان ده ممكن يخلي الالتواء يحصل تاني. بعد ما اتاكد ان هو بقى عنده نسبه ثبات كافيه ببتدي ان انا ببعد عنه بالتدريج. لو هو لسه ما عندوش الامان وخايف بخليه بس يثبت بايدي، يعني يبقى هو بس ماسك في ايدي واحده واحده لغايه لما اسيبه لوحده خالص ويثبت برده 30 ثانيه 3 مرات. وبعد ما اتاكد ان التمرين ده بالنسبه له بقى سهل برضه بصعبه له، من خلال مثلا ان انا اديله كره تنس ويبتدي ان هو يخبطها في الحيط، او من خلال ان انا احط قدامه 3 اقماع ويبتدي ان هو يلمس برجليه السليمه القمع، او احط استك بين رجليه الاثنين واخليه يقاوم بالاستك لبره او لقدام او لورا وهو واقف على الاتزان. بعد ما بيعمل البورد بالانس ويبقى بالنسبه له الموضوع برضه بقى سهل، يبتدي يشتغل على حاجه اصعب شويه، حاجه اسمها بوسو بالانس. البوسو بالانس هو نص كره هوا، بيبقى الاتزان بتاعها صعب شويه لان انت بتبقى واقف على هوا، فبيبقى الستريس او الضغط الواقع على الاول ليجامنت الاربطه اللي حوالين الانكل كلها كبير، وبتبقى واقع كمان على الليجامنت بتاعه الني جوينت على الركبه، والماسلز العضلات اللي حوالين المكان كل ما كانت في نفس قوه بعض وفيها تساوي في القوه كل ما يبقى ثباته على قرص الاتزان او على البوسو بالانس هيبقى اكتر. برده بيثبت 30 ثانيه 3 مرات بنفس الخطوات اللي احنا وضحناها في التمارين اللي فاتت. بعد ما بيعملها وبيتاكد ان هو عملها بصوره كافيه خلاص برضه بنصعبها له زي ما وضحنا في التمرين اللي فاتت، وبعد كده نبتدي ندخله في الكوردينيشن او التوافقات، ويبتدي نخلينا هو يعمل حاجه اسمها سرعه رد فعل او حاجه اسمها جري ترددي، وبعد كده بنخليه ان هو ينزل يلمس كوره لو هو بيلعب كوره ويرجع تاني الملعب ان شاء الله على خير. طبعا ما ننساش الجنبات، وهنحاول ان شاء الله نوضح في الحلقات الجايه برضو بعض النقاط المهمه للانكل وعلاقتها ايه بالجسم ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. اكيد الكل حابب يتعرف على حاله الطقس اخبارها ايه. شايفين النهارده في امطار، امبارح برده كان في اتربه، او على مدار الفتره اللي فاتت كان في اتربه، ولكن تعالوا نشوف مع بعض اخبار الجو هيبقى مستقر ولا لا مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. اخبار المطر ايه عندنا دكتور؟ ده هو شويه كده الصبح ولا مستمرين فيه؟ هو طبعا في فرصه لسه النهارده فرص سقوط امطار، لكن برده ما بين خفيفه المتوسطه، بتكون اكتر كثافه او اكتر غزاره على سواحلنا الشماليه ومناطق من شمال سيناء، ولكن مع تقدم ساعات النهار نشاط الرياح هيزيد على اغلب انحاء الجمهوريه، ولكنه غير مثير للاتربه الا على مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء. الرؤيه هتبقى واضحه على الطرق، باقي يعني باقي الطرق المؤديه الى سواحلنا الشماليه، الوجه البحري، القاهره، مدن القناه، الاجواء فيها الى حد ما الرؤيه فيها مستقره وتسمح بحركة السفر على مدار اليوم، ولكن زي ما قلت لحضرتك هتقل الرؤية على الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد. طيب دكتور في أي مفاجآت؟ يعني احنا شفنا الجو كان نوعا ما ظريف قبل كده، كان في أتربة، النهارده أهو في أمطار، هل في مفاجآت أخرى ولا مايلين أكتر للاستقرار في الفترة الجاية؟
ان شاء الله هيبقى في حاله من الاستقرار الفتره الجايه، ولكن التقلبات دي طبعا وارده لنتيجه طبعا تاثرنا ببدايه فصل الربيع ونهايه فصل الشتاء، فتقلبات جويه طبيعيه في هذا الوقت من العام، ولكن ان شاء الله اعتبارا من غد هتهدأ الرياح على اغلب الانحاء وتتكون الشبوره المائيه في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه والطرق القريبه من المسطحات المائيه، اعلانا طبعا بحاله من الاستقرار في الاحوال الجويه. حركه الملاحه البحريه المضطربه النهارده على البحر المتوسط والبحر الاحمر ان شاء الله بكره هتهدأ الرياح على البحر المتوسط وهتتم مواصله الانشطه البحريه بكل امان ان شاء الله. طيب دكتور محمود، عايزين نطمن على اخبار الجو في اسوان، ايه عندنا حدث مهم النهارده عايزين نطمن على الدنيا هناك؟ طبعا هو الحدث اللي موجود، احنا بنقول للاسف نشاط الرياح النهارده هيؤدي الى اثاره للرمال والاتربه على الطرق، ان شاء الله بكره الاجواء هتستقر هناك باذن الله. ان شاء الله. بالنسبه لدرجات الحراره بقى اخيرا يا دكتور، متوقع ان شاء الله؟ ان شاء الله متوقع النهارده شمال البلاد سواحلنا الشماليه والوجه البحري والقاهره من 19 ل 20 درجه، محافظات شمال الصعيد 22 ومحافظات جنوب الصعيد من 25 ل 26 درجه مئويه، وجنوب سيناء والغردقه من 24 ل 25. تمام دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه، بشكرك شكرا جزيلا. في الحقيقه طبعا الحدث المأساوي اللي كنا بنتكلم عنه اللي وقع في نيوزيلندا يمكن ادمى قلوب العالم كله، وكان بالنسبه للعالم اشبه بالكابوس في الحقيقه. الادانات طبعا من كل دول العالم ومن كل حد وصوب بيدين هذا الحدث الارهابي، في الحقيقه طبعا عايزين نرتكز على كلمه الارهابي، لان انا شفت بعض البيانات حتى للاسف اللي صدرت من بعض المسؤولين في نيوزيلندا ان هم بيقولوا شخص مسلح، يعني في الحقيقه برغم هذه البشاعة نرجع من جديد لاستخدام المصطلحات والتلاعب بيها بشكل كبير، لكن احنا بنأكد انه حادث ارهابي زي ما قالت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا انه هو حادث ارهابي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ادان هذا الحادث الارهابي طبعا وباقوى العبارات واشدها على الاطلاق، وقال ان استهدف بوحشية مصلين امنين في مسجدين في نيوزيلندا، وقال كمان الحادث الارهابي الغادر اسقط العشرات بين شهيد ومصاب بيهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسؤولياتها الأساسية والمتمثلة في ضرورة تضافر جهود الدولة والجهود الدولية كمان في أجل مكافحة الإرهاب الحاسمة. طبعا هو كان بيأكد على هذا المفهوم كتير جدا جدا، وقال أن الإرهاب دايما هو عابر للقارات وعابر لكل مكان في العالم، مفيش دولة آمنة إطلاقا، فبالتالي لابد من تكاتف الجميع. ومن جانبه ندد الأزهر الشريف بالحادث، وحذر شيخ الأزهر من أنه يشكل مؤشر خطير على النتائج الوخيمة اللي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا. كانت نيوزيلندا قد رفعت مستوى التهديد الأمني من منخفض إلى عالي بعد هجوم استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة ما أدى إلى استشهاد نحو 50 شخص وعشرات الجرحى، كما اعتقلت الشرطة 4 أشخاص عقب الهجوم اللي اعتبرته رئيسة الوزراء جيسيندا أردرن عمل إرهابي. رحم الله جميع الشهداء. ربنا يرحمهم يا رب. هنروح طبعا للحدث الأبرز في مصر هذه الأيام، ودائما بتتجه الأنظار صوب الجنوب في أسوان، والنهاردة بنأكد أن شاء الله الساعة 6 هيكون الافتتاح الخاص بالملتقى الشباب العربي الأفريقي في أرض السلام وأرض السمار زي ما بيقولوا، أرض الجمال أرض أسوان. أنهت مدينة أسوان كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث واستعداداتها لاستضافة فعالية ملتقى الشباب العربي الأفريقي، ولتنطلق فعاليات إن شاء الله اليوم على مدار 3 أيام برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب عدد من الوزراء وكمان عدد من الدول العربية والإفريقية وعدد كبير من الشباب العربي الأفريقي وكمان عدد من المسؤولين بالهيئات والمنظمات العربية والدولية. بيأتي انعقاد هذا الملتقى تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم واللي حقق نجاح كبير خلال نسختي في شرم الشيخ 2017 و2018، سواء من حيث التسويق او الترويج السياحي للمدينة او من خلال اجندته وفعالياته اللي ابتدعوا الى التواصل ما بين شباب العالم لتبادل الرؤى والافكار حول القضايا المشتركة ما بينهم، والتأكيد ايضا على رسالة السلام وقبول الاخرات نقاشية ورش عمل طاولات مستديرة بتضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي وأيضا في القارة السمراء. في الحقيقة برضو بالأمس كان في حدث مهم لطائفة كبيرة من المجتمع المصري، هي طبعا الزملاء الصحفيين، كان عندهم انتخابات التجديد النصفي الخاصة باختيار عدد من الأعضاء منهم طبعا مقعد النقيب. في الحقيقة حسم بالأمس فوز المرشح ضياء رشوان بحصوله على 2810 صوت.
وايضا مقابل 1585 صوت لمنافسه رفعت رشاد. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية لنقابة الصحفيين، تنافس 11 صحفيا على منصب نقيب الصحفيين و52 صحفيا على 6 مقاعد. تم النصاب القانوني بحضور 25% من اصحاب الجدول المشتغلين اللي لهم الحق في التصويت المسددين للشركات 2018 وفقا للقانون 76 لسنه 70 الماده 35. وطبعا يعني الحمد لله بعد اكتمال الجمعيه العموميه بدا مناقشه الموازنه وتعديل بعض بنود لائحه نقابه الصحفيين اللي بيخص تنظيم المهنه. جمعيه عموميه قويه، اعتقد في وعي لدى الصحفيين ان لازم عندهم نقيب ومجلس نقابه قوي، لان ظروف مهنه الصحافه بتمر بظروف صعبه محتاجه هذا المجلس يدافع عنها في مرحله قادمه. اكتمال النصاب القانوني بيعبر عن اهتمام الصحفيين بانجاز العمليه الانتخابيه واملهم في التغيير للافضل وحماسهم لان هم يشاركوا فعلا في هذا التغيير بايديهم. امال كبيره تنعقد من قبل الصحفيين على المجلس الجديد، خاصه في ظل التحديات التي تواجه النقابه. اللي في يوم زي ده هو يوم عرس ديمقراطي في نقابة الصحفيين تعودنا عليه منذ سنوات طويلة، ان الصحفيين كل مطالبهم بسيطة هي تمكين الصحفي من اداء مهمته، مواجهة المعوقات اللي بتعطل العمل الصحفي، ان يكون هناك مجلس منسجم متجانس مع نقيب يفهم تماما مشاكل المهنة، يفهم قضايا المهنة. المجلس امامه مهام كتيرة وصعبة تتعلق بعضها بيتعلق بالمهنة ذاتها وبعضها بيتعلق بأعضاء الجمعية العمومية اللي هم الصحفيين. فيما يتعلق بالمهنة عندنا تحدي خطير ومخيف وأنا بسميه تآكل التقاليد المهنية. أعلنت اللجنة المشرفة فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بعد فرز 31 لجنة بالمقر الرئيسي للنقابة والمقر الفرعي بالأسكندرية. وأكدت اللجنة أن الإجمالي عدد الحضور بلغ 4588 صوتا، منها 235 صوتا باطلا. تجديد النصفي ونقيب جديد يأتي وسط تحديات تواجه نقابة الصحفيين، ومعها آمال بأن يكون المجلس الجديد قادر على تلبية طموحات الصحافة المصرية ومسؤولياتها الوطنية. من أمام نقابة الصحفيين، منذر أبو دوح، النيل. من أيام احتفلنا بيوم المرأة العالمي، ولكن يوم 16 مارس هو يوم المرأة المصرية. والمجلس القومي للمرأة برئاسة دكتور مايا مورسي وأيضا جميع عضواته وأعضاؤه هنأوا المرأة المصرية بمناسبة هذا الاحتفال اللي بيوافق يوم 16 مارس من كل عام، مؤكدة أن المرأة طيب المصرية هي سر قوة الوطن. وانت طيب عم تلي ليديز فيرست وانت تبدأي وانت طيب. كل سنة طيب. طيب هذا اليوم طبعا بيشهد في الحقيقة طبعا يعني زي ما نقول تكاتف في المجتمع المصري، ودايما تهنئه للمراه، فالمراه هي الاخت والام والزوجه والبنت في الحقيقه طبعا، وعليها دور كبير جدا جدا. والمجتمع المصري في الحقيقه بيحظى كمان بتكريم بشكل خاص جدا للمراه، ولها مكانه وخصوصيه في المجتمع المصري بشكل كبير. كمان وجهت التحيه دكتوره مايا مرسي واكدت فيها ان هي بتتوجه بالتحيه للام والزوجه والابنه والاخت، وكمان قدمت تحيه لشهداء الوطن وانها على استعداد للتضحيه بروحها فداء ودفاعا عن الوطن. واكدت كمان ان المراه المصريه بتعيش حاله في ازهى عصورها. طبعا 25% في البرلمان، ايه بعد كده تاني؟ يعني يا جماعه اللي بيفكر كده يعني او بيفكر كده يعني يعني ايه؟ خلاص دي مفيش حاجه تاني. ايوه بالظبط كده، استعدوا بقى عشان تقتنصوا. ولسه في المزيد برضو يا عمرو، يعني الطمع. لسه عايزين اكتر. طمع طمع. احنا على العموم مش هنختلف كتير يا ياسمين يعني. طيب راجل ومراه يعني اكيد هنختلف في الحته دي. لا لا خالص خالص. طب الحمد لله. مش مشاكل يا ياسمين. ياتي هذا الاحتفال بيحل زي ما قلت يوم 16 مارس متوافق مع مناسبات ثلاث. المناسبه الاولى هي خروج المراه لاول مره في مظاهره بتتقدمها هدى شعراوي يوم 16 مارس 1919، وكانوا بيطالبوا بالاستقلال التام نحو لواء تحت لواء الزعيم سعد زغلول وسقوط عدد من الشهيدات فداء للوطن. المناسبة الثانية هي تأسيس هدى شعراوي أول اتحاد نسائي مصري في 16 مارس عام 1923 للعمل من أجل المطالبة بالمساواة والحق في التعليم الثانوي والجامعي. فيما جاءت المناسبة الثالثة برضو يوم 16 مارس 56 واللي بتوافق ذكرى حصول المرأة المصرية على حق الترشح للانتخابات البرلمانية. طيب
هنروح لمحافظة الفيوم كمان. الاحتفالات في هذا الشهر بتتوالى، يمكن الصعيد كله على وجه التحديد عنده احتفالات بالأعياد القومية، يعني عندنا لسه بني سويف، الفيوم كمان، المنيا يوم 19. فالحقيقة طبعا الصعيد كله شارك بشكل كبير في ثورة 19. احنا كمان بنحتفل بمئوية هذه الثورة اللي أحدثت تغيير في المجتمع المصري ككل. احتفلت محافظة الفيوم بالأمس بعيدها القومي، وقام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء خالد شلبي مدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري. هذا الاحتفال بيعد تخليدا لنضال أهالي الفيوم ضد الاحتلال الإنجليزي بين ثورة 1919. تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل. تحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي في 15 مارس من كل عام، ويعد هذا التاريخ تخليدا لوقفة الشعب ضد الإنجليز إبان ثورة 1919. كل سنة وانتم طيبين على مصر الأول، مصر وأمنا الأول، بلدنا وشعب مصر، على محافظة الفيوم وشعب الفيوم. النهاردة الاحتفالية احنا موجودين طبعا في ذكرى عطرة، ذكرى مقاومة الشعب الفيوم للاحتلال البريطاني. احنا بإذن الله تعالى بصدد افتتاح بعض المشروعات بمشيئة الله تعالى. قام هذا العام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء خالد شلبي مدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري تخليدا لهذه الذكرى العظيمة. تتميز بحضرتها والناس الطيبين، الناس الكرماء والمعطائين، وبنقول مصر كل سنة وانت طيبة. ومن هنا بنقل تحيات نيافة الأنبا أبراهام مطران الفيوم لكل شعب الفيوم. طيب الفيوم هي النموذج الحلو اللي هي جمهورية مصغرة من جمهورية مصر العربية، دي محافظة الفيوم، بحيرة أورون بسياحتها بأثارها بصحراها بشعبها الطيب، الشعب الجميل، هو ده العنصر اللي هو بيعم على جميع الجمهورية، الشعب الطيب. يذكر أن أبناء الفيوم قد واجهوا الإنجليز في ميدان السواقي بوسط المحافظة، وسقط شهداء من أبناء المحافظة حتى قاد حمد باشا الباسل أبناء الفيوم ضد الاحتلال. الذكرى السنوية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الفيوم باعتبارها من المحافظات الشاهدة على أحداث سياسية غيرت في تاريخ مصر. فسانت أكرم، النيل. قالت تقارير صحفية أن شركات يابانية مشاركة في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو سوف تقوم ببيع روبوت بيطلق عليه روبوت الدعم البشري. ستعمل تلك الروبوتات أيضا على مساعدة من يستخدمون المقاعد المتحركة في الاستاد الوطني الجديد لكي يستمتعوا بالألعاب الأولمبية دون قلق بشأن حركتين. لنشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. قد يصبح أولمبياد طوكيو معروفا باسم ألعاب الروبوت، حيث قام منظمون بإظهار روبوتات سيتم استخدامها في الاستاد الوطني الجديد لتقديم المساعدة للجماهير الذين يستخدمون المقاعد المتحركة. وأشار المسؤول الأولمبي في طوكيو ماساكي كوميا إلى أن اليابان معروفة بتكنولوجيا الروبوت الخاصة بها، وأن الألعاب الصيفية لعام 2020 هي مكان جيد للتباهي بها. الإنسان الآلي شيء له علاقة ودية مع البشر ويمكنه العمل معه، إنه من أجل المساعدة في تحسين إمكانية الوصول إلى الألعاب لتعزيز المرح أو تقديم تجربة جديدة. تصنع الروبوتات بواسطة إحدى الشركات الراعية الرئيسية للأولمبياد، حيث قال مسؤول إحدى الشركات إن 16 مما يسمى بروبوتات الدعم البشري سيتم استخدامها في الاستاد الوطني مع 5 أخرى تسمى بروبوتات لدعم التوصيل. في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 سوف يكون هناك الكثير من الضيوف على مقاعد متحركة، ونود أن يستمتعوا بالألعاب دون قلق. طورنا روبوتاً داعماً للإنسان لهذا الغرض. وضمن المنافسات قامت شركة أخرى بتصميم بدلة مساعدة الطاقة والتي تقدم الدعم للخلف ومنطقة الفخذ وتسمح برفع الأشياء الثقيلة بأقل جهد. وقالت الشركة المصنعة لها إنه سيتم استخدام 20 من هذه البدلات في الألعاب الأولمبية، ويمكن أن تساعد الضيوف في حمل أمتعتهم وأعمال الرفع الأخرى. خلينا بنروح الفضاء بقى. أيوة، بس لسه كنا بنتكلم على فكرة التكنولوجي. إزاي ممكن نشوف إنسان آلي بيتصرف بالضبط زي الإنسان؟ يعني الموضوع برضو محير، حتى على صفحات التواصل الاجتماعي لو شفتوا هتلاقوا إنسان آلي مذيع، يعني زي ما شفتوا دلوقتي. لو كنت لسه اقولك على صوفيا كمان الروبوتس، شفتي؟ لا الموضوع صوفيا بجد غريب، يعني هنروح فين بعد كده؟ مش عارف، ملناش مكان. ملناش مكان. لا وبتوع الاخبار خلاص هم دخلوا على الاخبار. لا دخلوا على الاخبار كمان.
طيب نروح للفضاء بقى. وصل طاقم روسي امريكي، يعني هم اختلفوا في الارض واتفقوا في السماء يعني. وصل الى محطه الفضاء الدوليه امس بعد 5 أشهر من اطلاق فاشل ادى الى هبوط طارق الاثنين من رواد الفضاء. هذه المره انطلق الصاروخ سويوز الروسي اللي بيحمل رواد الفضاء نيك هاج وكريستينا كوش من وكاله ناسا الامريكيه والكسي اوفشنن من وكاله روسموكوس الروسيه، كما هو مخطط لي من قاعده بايكونور في كازاخستان. بعد 6 ساعات التحمت الكبسوله بمحطه الفضاء الدوليه. من المقرر ان يقوم رواد الفضاء باجراء المئات من التجارب في علوم البيولوجي والتكنولوجي او التكنولوجيا الحيويه والفيزياء وايضا الارض. بيذكر انه في 11 اكتوبر الماضي فشل اطلاق كبسوله الفضاء الروسيه سويوز اللي كانت بتقل رائد الفضاء نيك هاج والكسي اوفشنن بعد 2 دقيقة من بدء العمليه، وده ادى الى تنشيط نظام الانقاذ اللي سمح لهذه الكبسولات بالهبوط بسلام. طيب نكتفي بهذا القدر من الفضاء والأخبار ومن الروبوت والحاجات المتنوعة اللي شفناها النهاردة. فاصل قصير ونروح لأخبار الرياضة مع زميلنا شهاب شعلان، ونعود من جديد لياسمين وباقة مختارة من الأخبار وفضلات صاحبة الجلالة. انتظرونا.